مساء الخير مشاهدي قرطاج بلوس، هذا عدد جديد من برنامج هنا قرطاج، البرنامج اللي يعنى أساسا بالسباق الانتخابي الرئاسي. شكرا لكم على كل تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة على الصفحة الرسمية للقناة قرطاج بلوس، وأكيد كل ملاحظاتكم ومقترحاتكم ناخذوها دائما بعين الاعتبار. بعد شوية ضيف جديد وحلقة جديدة تنتظر فيكم على امتداد ساعة مشاهدة. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد. هذا برنامج هنا قرطاج في حلقة جديدة، وضيفنا اليوم المرشح الرئاسي عن حزب التيار الديمقراطي محمد عبو. سي محمد مساء الخير. أهلا بك. مرحبا سيدي. تفضل. محمد عبو المرشح الرئاسي عن حزب التيار الديمقراطي، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بك. مجموعة من الفقرات تنتظر فيك على امتداد حصتنا اليوم، نحاول من خلالها نقشوك في برنامجك الانتخابي، نرجع على عدد من المواقف السياسية، أيضا رؤيتك في علاقة بمنصب رئيس الجمهورية ومواقفك من عدد من القضايا والإشكاليات اللي تهم مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس. لكن ديما كما عودنا المشاهدين، ضربت البداية مع فقرة في سطور محمد عبو، نحاول من خلالها نرجع على أهم المنعطفات في سيرتك الذاتية، في تجربتك السياسية، وأيضا مسارك المهني وعلاقتك بالشأن العام. أنت محمد المحرزي عبو، عرفت اختصارا باسم محمد عبو. أنت من مواليد 10 ماي 1966 في تونس العاصمة، محامي وأمين عام لحزب التيار الديمقراطي اللي أنت الآن مرشحه في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. توليت بعد الثورة منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري في حكومة حمادي جبالي لفترة قصيرة. كنت أيضا أمين عام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، متحصل على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة تونس المنار. أصدرت 3 كتب من بينها كتاب حول حرية الأعلام، عرفت قبل الثورة بنشاطك الحقوقي، وكنت عضو في عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية. تعرضت في عهد الرئيس بن علي للإيقاف والسجن لمدة 2.5 عامين على خلفية قضية نشرك مقال رأي شبهت فيه بن علي بشارون. شاركت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وانتخبت كنائب عن دائرة نابل 1. أنت متزوج وأب ل3 أبناء، هل لديك ما تضيف في علاقة بهذه السيرة الذاتية محمد عبو؟ لا ملاحظة. جيد. برشا تساؤلات تطرح في علاقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها محمد عبو، والسؤال الكلاسيكي في هذه الفقرة، هل تؤهل هذه السيرة الذاتية محمد عبو حتى يكون رئيس للجمهورية التونسية، خاصة وأنه فما شكون يعتبر منصب رئيس الجمهورية يقتضي أساسا رجل أو امرأة دولة؟ رجل دولة مش فقط السيرة الذاتية، رجل دولة هي مواقف، هي تصورات، هي قدرة على اتخاذ القرار، هي قدرة على اتخاذ القرار من أجل الصالح العام، هي قدرة على اتخاذ القرار في الوقت اللي الشعبويين ما نجموش ياخذوا القرار خاطر يتغشوا يخافوا للناس تغش منهم، هي قدرة على إعلاء مصلحة العامة للدولة بقطع النظر على كل المصالح أخرى بما في ذلك المصالح الحزبية. هذه مش بالضرورة راهي تكون مرتبطة بكونه عدى 20 سنة وزير ولا ما عداش. لو تسألني على رأي في أحسن بروفيل نتاع رئيس جمهوري تو عام 2019 نظريا أو في أي وقت حسب الدستور التونسي، ما نقولكش تو، نقولك هو شخص مر بكل الوزارات أو وزارات مهمة وشد مدة رئيس حكومة، وممكن يكون يتجاوز 60 سنة أحسن، أما ما يفوتش 70، هذا الإيديال بالنسبة لي أنا. المشكلة كنا نحن عام 2019 بعد 7 سنوات من الثورة، البروفيل هذا مش موجود. طبعا ينجم حد يقول لي موجود في وزراء بن علي، وزراء بن علي هو وزراء نظام مع كامل احترامي لبعض منهم، معناها ما تورطوش ياسر، لكن كله مادام حتى يدي في نظام بن علي تورط في نظام قمعي دموي سارق لص
قاتل مغتصب، يعني ما نجمش نحكي ونقولوا والله لازم نجيب واحد منهم. وحاجه اخرى، كلهم فشلوا، تعرف كي خرج بن علي وحتى قبل ما يخرج ازمه اقتصاديه كبيره في البلاد، حاله تخلف خلاها البلاد متخلفه، خلافا تو ولاو الناس يقولوا يا حسره قبل هذه نوع من التلاعب، ما راهي كان وضعنا سياسي نوره ما صارتش ثوره. لا، دونك البروفيل اللي نحكي لك عليه بطبيعته ما نجمش يكون موجود. فالاسلم في رايي انا هو كونه شي حد يفهم معنى الدوله، يحترم برشا الدستور، اثبت بالتجربه مش بالنظريات وبالتصريحات كونه فعلا يلتزم بالدستور ويحترم القوانين. مريت بتجربه صغيره الحقيقه، لكن خلفت اثار عند بعض الموظفين او عند جزء كبير من الموظفين، كان وزير يشرف على الوظيفه العموميه، يظل الموظفين اللي في الوزن ذاك معناها في كل المستويات يعرفوا 2012 كيفاش وقع التصرف مع الاداره العموميه فيما يتعلق بصلاحياتي. لا تعينت حزبيه، لا تمييز على اساس اي انتماء، بما في ذلك الانتماء للنظام السابق. حاجه واحده تعنيني فاز ولا مش فازت، وانا باش يصلحوا ما يصلحش، ويعرفوا هما برشا ناس جربوا زاد اللطف كما جربوا الحزم، جربوا اللطف وقت نقول يزيوا من حكايه ديجاج وكل راهو تستغلوا فيها اغلبيه الناس يستغلوها مش للثوره، راهو لحساباتهم الخاصه. كان قرار صعيب الوقت هذاك اتهمت كوني كيفاش الثوريين او الثوراجيين خاطر مش الثوريين الحقيقيين، اتهموني كيفاش تاخذ موقف كما ذا يرجعوا الناس يقالوا ديجاج، اللي قالوا ديجاج الناس اخرين راهو مش بالضروره ثوريين، راهو اغلبيتهم يخدموا في مصالحهم الخاصه. ابتزاز وغيره، مثلا نعطيك نكمل لك الفكره. فهذه طبعا زادت تعبر على كون انسان عقلاني وانسان يتخذ القرارات المناسبه. ستة اشهر اللي عديتها وقتها مش مده طويله ما تنجم تعلم الناس اشياء معينه. يومين المظاهرات في القصبه حتى نهار محمد عبو بنقاشاته اليوميه، حتى الامن مساكن معنا باش ما يستعملوش العنف وكذا، يشوفوا حل مع الوزير، حتى كان تبدا عندي مواعيد يكلموا الديوان بالله خلي يقابلهم وكذا، يعرفوا كي يقابل الناس. ما عملش عبو كيما الجندي المزرطي يهدوا. نعم؟ ما عملتش كيما الجندي المزرطي. لا ما كنتش في حاله حرب، انا ما كانش فما ثكنه اصلا، كانوا الناس مستهينين بالدوله، وكي جيت خارج قلت لبرشا منهم راهو سترجعون المنظومه السابقه وكلام يطلع صحيح، ما تمنيتش هذا يصير، لكن على كل حال هم بيدهم زاد ولاو في وقت من الاوقات سلوكاتهم سلوكات المنظومه السابقه ربما هذا اللي كان لازم نقوله لهم، اما سترجعون المنظومه السابقه قلت لهم قبل ما نغادروا خرجوا يظلوا مطرودين من الحكم. سي محمد تنجم تعدي 100 سنه في السلطه، تنجم تعدي 60 سنه في السلطه، بعد في الاخر تجيب رئيس حكومه مع كامل احترامي سي الباجي وانا رحم عليه في كل مناسبة قطع نظرة سلبيات، لكن ديما نغزلوا الإيجابيات. 60 سنة سياسة في الآخر يجيبك يوسف الشاهد رئيس حكومة، معناها كان واحد يعول على فقط التجربة، راهو نقولوا مهمة تجربة أما مش فقط. محمد عبو المرشح الرئاسي عن حزب التيار الديمقراطي، نمر معك ومع المشاهدين إلى الفقرة الموالية صور و... فقرة صور وتعليق محمد عبو نشاهدوا من خلالها مجموعة من الصور ونحاولوا نعلقوا عليهم وأيضا نتناولوهم بالتحليل والنقاش. والصورة الأولى نشاهد معا ماذا فيها، باش أذكرك الصورة هذه سي محمد. هذه بعد خروجي من السجن مش اليوم الأولاني، بعد نهارين ثلاثة أيام، خاطر اليوم الأولاني زاد لقيت مجموعة من الموجودين هنا معنا زملاء أساسا المحامين، كان بعد نهار واثنين جاوا زاد مجموعة من الأصدقاء ومحامين وجمعية مساجين سياسيين، يعني سي عبد العزيز سيد محامية ولا من بين محامية سي مختار اللي حيوي ربي يرحمه، يعني مجموعة من الأصدقاء. علاش تغير علاقة محمد عبو بعدد من الشخصيات اللي كانوا رفاقه في النضال قبل 2011، وعلاش أساسا تغيرت علاقتك بالنهضويين والإسلاميين؟ شاهدوا في هذه الصورة محمد عبو إلى جانبك نور الدين البحيري اللي هو من رموز حركة النهضة، وبرشا يتسائلوا اليوم علاش طورت علاقتك إلى هذا الحد مع النهضة بالذات؟ والله شوف انا راني وقفت مع حركه النهضه مش مزيه بالطبيعه، انا اخر واحد يحكي المزيه، ما في مش كده، انا بيدي كي توقفت وقفوا معايا هما وغيرهم، اما التاريخ زاد هما وغيرهم على الاطراف الكل والحمد لله، خاصه المحاماه بشكل عام، ثم بعد ذلك معناها الاحزاب الفاعله بدرجات. قبل الثوره الناس مظلومين وضحايا ومن حقهم كانوا يتوجدوا، وموش موضوع نقاش كون يقعد يدافع عليهم، واغلبيه الحقيقه في كانوا قصايين في تونس خلاف اللي يقولوا بعض حقوقيين، كنا اللي يحكي بالحق يجي يقول انا حقوقي ندافع على اليمين وعلى اليسار دون حسابات ما يتعدوش على صبع اليد الواحده، معناها سامحوني مانيش مؤرخه ما نحب نقول هذا بدون ذكر اسماء. ومن نعاود نقول لك راهو مانيش عامل فما ناس يدعيوا الديمقراطيه انذاك هما غير ديمقراطيين. هو معناها جزء كبير الحقيقه يدعي ماهيش مدرسه من اليسار يعني مجتمعنا اي توجهات مجتمعنا بطبيعته ماهوش ما فيهوش بيئه نتاع ديمقراطيه، تعرف كنا في نظام استبدادي استمر قرون، معناها ماكش في ثقه بالضروره كل واحد يقول لك ديمقراطي راهو ديمقراطي، ديمقراطي تعرفه في الممارسه. حقوق الانسان او المدافع عن حقوق الانسان تعرفه خاصه في علاقته بخصومه. لا مش هذا الموضوع، نكمل لك الفكره، الفكره الاساسيه كونه عادي كون تكون علاقتي معهم ضحايا، هذوما اكثر ناس قاساوا في فتره بن علي. من حقهم يتوجدوا اي في المحاماه، كان عندي دور ايجابي يعرفوه المحامين نتاع الفتره اللي تانا فيها المحاماه، في كون يكون عندهم واجب وجود حتى في المحاماه، لان قبل انا نتفاوض لهم مع يسار ومع قوميين وعلاش ما تعملوش قائمات مشتركه، وكانوا مرفوضين تماما.
حتى شفت معناه في 2010 تقلبت الادوار وكل واحد اخذ ثنيه اخرى. مانيش مؤرخ، مش هذا موضوعي، حبيت نقول لك راه كان عندي دور في برشا جوانب حتى في وجودهم، كنت معاهم في تحرك 18 اكتوبر. بعد الثوره موضوع ثاني، اول ما صارت الثوره مازلنا فرحانين بهم، انا معناه ما عنديش اشكال. ولاد بلادنا خايفين من التوانسه من الاسلاميين، نقول لهم راه باش يكونوا رقم واحد بالنسبه، اما ماهوش يكونوا اغلبيه البرلمان. الحقيقه هما ما كانوش بعاد ياسر على الاغلبيه، اما ماهوش اغلبيه، دونك ما بعدناش ياسر على التحاليل نتاعنا. كما زاد كنا نقولوا راهو اذا تصير اي تغييرات جذريه في تونس باش يحكموا الاسلاميين دوره اثنين ثلاثه. لكن انا الحقيقه ما تصورتهمش باش يسرعوا للخطا كل هذه السرعه، هذه سقوط سريع معناها نحو الخطا. خطا ساعات فيه التاويل السيء والقراءه السيئه للواقع، وساعات فيه اللي يقصد كونه يخطئ لاسباب خاصه به ولا علاقه لها بتاريخه النضالي. هذا يقلقني. 2011 الحقيقه قبل ما نكونوا معاهم في الترويكا، راهو معناها محمد عبو اكثر انتقاد لحركه النهضه ولاحزاب اخرى في موضوع المال السياسي والعلالش والمساعدات، ان الرأى مهينه للشعب التونسي ومش هذه ديمقراطية. نهار اللي جلسنا باش نتفاوضوا حزبي يقرر مش انا قررت، لا تاريخ او يسمعوا فيه في حزبي، راني كنت ضد. مش ضد خاطر نكره النهضه ولا خاطرهم اسلاميين، مش قضيتي، ما انا مانيش اصلا راه اللي هما اسلاميين معناها ينجم تخلق مشكله ايديولوجيه معاه، بالعكس هما براغماتيين وفما مشاكل معاه اعمق من كونه يكون اسلاميين، خصومهم قرروا كونه ياخذوا فضاء معين يتعاركوا فيه اسلاميين وحقوق المراه وكل، مش هذه قضيتي. من عندهم ما يعملوا، لا ينجم يمس حقوق المراه ولا ينجم يمس بالحريات، واقع البلاد فارض عليهم على هم وعلى غيرهم، ما ينجمش يمس، ما ينجمش يتجاوز حدود. الاشكال فيش هو ذا اللي قلقني انا، موضوع المال ما نعرفوش مصادره. وقلت لك موضوع زاد اداره الدوله ذي، بعد كي حكمنا مع بعضنا اداره الدوله تعرف الصدمه اللي صارت معاهم، اللي هي فكره اتفقنا على صلاحيات ما سجلناهاش صحيح، لكن يفترض ناس في مستوى باش يحكموا دوله مش هذا الموضوع اللي بيناتهم على باش يكتبوا اوراق بيناتهم، وحتى كان كتبناهم ما عندها حتى قيمه. ورئيس الحكومه من ثلاثة اسابيع قال لا صلاحيات هذه راك ماكش تاخذها، صلاحيات هذه انا وعدت بها التوانسه باش قوم لكم الفساد، ما جيتش قلت لهم راه بصلح لكم اداره، كان قالوا لي هاني في الترويكا انا تو نختاروا شخص مناسب ليصلح الاداره خير مني انا، خلينا نعمل حاجات اخرين. دونك انا جاي بوعد معين اللي هو كون نعمل اصلاحات ونؤمن كون قادر عليها، مش نؤمن، عاود نقول لك 100% لو ان الاداره لقات العادل الصارم راه وضعها خير من هكا. وعلى كل حال راهي تحسنت شويه معايا. في كلمتين اليوم كيفاش توصف علاقتك بالنهضه والنهضويين؟ ربما انا بديت بدايه طويله خاطر تصوت اكثر وقت معنا باش نفسر. على كل حال فسدت العلاقه طبعا العديد الاعتبارات، حزب معارض اللي نحن او بالاحرى نحن نعرضوا فيه خاطر هو في السلطه، نعرضوا فيه طبعا مش مجرد خاطر هو في السلطه ونحن البرة، اخطاء كثيره، ادارته للشان العام قائمه على مصلحته الخاصه وعلى الخلاص الفردي، طورت بعض قياداته في بعض التجاوزات. بمعنى تمويله، نكملك باختصار، ما معنى التجاوزات؟ ماليه بالطبيعه، تمويله ماهوش شفاف. شنو تحبني؟ تحب معناها خاطر كنا اصحاب قبل نقعدوا ديما فرحانين ببعضنا؟ لا، تزيد من فوق دهبتوا ساعات المستويات مش مقبوله في الحملات ضد خصومه، يسيب لك اللي حطوا في السجن واللي اغتصبوا الى اخره، هذه امورهم ومحرر. يجيك الاصدقاء امس خاطر ينتقد فيه، ما نجمش ما ننتقدك شيء، تمويلك غير قانوني غير شرعي ماهوش شفاف، ضر في بلادي ما تنجمش تصلحها بالعقليه نتاعك. هذه هي العركه، متغشين مش يبقاو ضالين متغشين ثلاث سنوات. وانا بيدي راني مش معترف معناها اللي فما امكانيه للتعاون معاهم كحزب، مانيش نحكي كرئيس خاطر الرئيس مجبر كانوا يتعاون مع اي طرف مهما كان، اي طرف مهما كان، وتنتهي صراعات حزبيه نهار يكون رئيس. اما كي نحكيو بشكل عام على احزاب، لا طبيعة الشيء ما فماش علاقات تنجم تربط بيناتنا. بعد سنوات باش يفهموا التوانسه راه مش ايديولوجيا اللي هي بالحق موجوده عند البعض، ولا هي مصالح خاصه، وانما تصور لمصلحه الدوله. نهار تتغير ويكونوا مثلا بقيادات اخرى بعقليه اخرى ولاد بلادنا ملتزمين بالدستور، انا حتى مش واضح. محمد عبو نحاولوا بعجاله نتناولوا مختلف الصور لانه عديد الفقرات تنتظر فيك في هذا العدد من برنامج هنا قرطاج. نمر معك ومع المشاهدين الى الصوره الثانيه، ماذا فيها؟ صورتك السفير الفرنسي بتونس وعاصفة من ردود الفعل رافقت هذا اللقاء، بعض وصفك بالمتناقض في مواقفك تجاه السفير الفرنسي. فاش تمثل التناقض برك؟ باش نفهم برك. في قضية العقود، في قضية أيضا الموارد الطبيعية، في علاقة بالتدخل الخارجي في الشأن التونسي وتصفية إرث الاستعمار، محمد عبو يدافع عن السيادة الوطنية، وهذا سفير اليوم البعض يوصفه بالمقيم العار. خلينا نكون واضحين، انا راه مش داخل باش نترشح انتخابات باش ندخل في الشعبويه مع التوانسه، ولاد بلادي نحبهم برشا بالمناسبه، باللي غالط باللي صحيح باللي جاهل باللي عالم باللي يحب يركز باللي يحبش يركز بالفاس بالمش فاس، كلهم ولاد بلادي فما حتى مشكل. اما راني مش في الشعبويه. تبقى الاتفاقيه نتاع فيينا كل سفير او البعثات الدبلوماسيه من حقها تجمع معلومات على الدول اللي هي فيها، المهم تم بشكل قانوني، ماناش قاعدين نحكي ولا اسرار عسكريه ولا مني. يجيو يسالوا خليه يسال. كيفاش تم ساعات سفير كي جاء قدم وحضر معايا سي محمد العربي جلاسي وهو شباب الحزب وقيادته واليوم هو مدير الحمله،
خمسة دقائق الأولانيين عداها يفسر أنه لا يتدخل في الشأن التونسي. ما نعرفش كان يقول الكلام هذا لبقية السياسيين ولا. على كل حال كيشاب حذايا مشكور وفرحنا به. أول مرة بالحقيقة قابلته جاء الحزب من قبل أمانة، هذا أول مرة قابلته كي ولي أمين عام خاطر غبت مدة. قعدت كما قلت لك خمسة دقائق يذكر بحل العلاقات بين تونس وفرنسا، جوانبها الاقتصادية، عدد المؤسسات، المسائل هذه الكل، ويقول كونه لا يتدخل في الشأن العام لأنه يعرف مليح الضيف نتاعو رانا ما نقبلوش التدخل سمح لي في الشأن الداخلي لتونس. يحب يعرف بيان سور، تقول له طمن، وبالعكس وفي نهاية الأمر ديما تقول له راه ماهيش تضر معنا العلاقات بيناتنا، طبعا عندنا توجهات في أشياء ربما ما نوفوش عليها، حكينا حتى على ليكا معناها نحن مش متحمسين لليكا، برشا ناس يراو نحن مش دبلوماسيين كيقولوا هكا، لكن هذا راينا في نهاية الأمر في التصويت راه ما صوتش سفير فرنسا وسفير ألمانيا ما صوتش وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ما صوتش، وهذه فرصة باش نقول للشباب اللي مازال ما يعرفوش اش فما في الكواليس، راه السفراء ما يعينوش رؤساء في تونس، في الأنظمة الانقلابية يعينوا. في تونس إذا ريد سفير وفما هي صارت في السابق أو دولة أجنبية ساهمت في صعود مرشح راي بالفلوس وبشبكة العلاقات اللي عندها تخدم له مخابراتها وتعطيه فلوس، جزء من الوسائل الإعلام يأثر يشري دي باج فيسبوك، يعطي مساعدات للمواطنين، يعمل اجتماعات كبيرة أو يوحي بكونة كبيرة، يجيب ناس بالكيران، جزء من اللي تراه فيه في طبقة سياسية راهم يخدمون من الخارج، هذا صحيح بالطريقة هذه ممكن يساهموا نهار في صعود رئيس جمهورية معناها، أما بيتصور حد المجرد كون راضي عليك فرنسا ولا أمريكا باش تولي رئيس راهو غلط. واضح. حتى كان كيكة بالمناسبة راهو راضي على برشا سياسيين. واضح. محمد عبو مرشح حزب التيار الديمقراطي. لكن كلمة واحدة خلينا في نمر علاقة جيدة مع بلادنا حتى الموالي. حتى في المعارضة ديما نحب وصلت الفكرة محمد عبو، نمر إلى الصورة الموالية، ماذا فيها؟ صورة تجمعك بالشيخ بشير بن حسن، وإلى اليوم برشا يعيبوا عليك مواقفك محمد عبو من البعض يرى وأنها مش واضحة في علاقة بالإرهاب، في علاقة بالتطرف الديني، في علاقة بشيوخ السلفية، في علاقة بتجربة الترويكا. شو ترد على هذا النقد؟ يغلط. أنا داخل الترويكا كنت من أكثر الناس دعوة لسلطة الدولة وقوة الدولة مع السلفية الجهادية ومع كل طرف يخرج على القانون، فما حد يزيد عليه في الموضوع هذا. أنا نوم دولة قوية، ما عنديش أنا بندية في البلاد وما عندي سلفية جهادية، اما سلفية علمية وافكار هو حر. ما جانيش كسلفي سي بشير بن حسن، يذول ذاك اللقاء الوحيد اللي ريتو تعتبره شيخ معتدل. لا لا ما عنديش دخل، انت غلط. انا ساعة بالمناسبة تو كان نخرج يقابلني اي مواطن والله ما نسال على البيت الروام تاعي ولا لا سواء نتصور اي تونسي مهما كان، لكن في الحال لكن انت سياسي مرشح رئاسي وكل شيء تحسب عليك. لا ما نسالش اي تونسي، هو نقولها لك تو في التلفزة، اي تونسي يقابلني في الشارع يحب يتصور معي يتصور معي مش مخابرات، تو نازل الناس نحطهم نقول هذا عنده سوابق ولا ما عندوش وشو تواجد. بالنسبة للشيخ بشير بن حسن جاي بحذايا بعد ما استقلت وجاب حذايا مخر شويه خاطر هو اللي حب يجيب حذايا قبل معناها وقت انا وزير، باش يقول لي كلمتين تتعلق بالعمل الخمس ايام، وانا راني نستقبل اي حد معناها من طبعا هو ما عندوش قضايا جزائيه باش يبدا في بالك، ما عندوش تحريض لهم في قال وقبل كان قال كلام جارح وكذا، هو بالعكس يقوم بهك الدور زعما التصدي للسلفيه الجهاديه، ومش على هذا جاني، ما جانيش جمله الموضوع هذا وما نحبش ندخل فيه، مانيش من نوع باش نتفاوض، مش انا مأهل باش نتفاوض مع رجال دين، فما رجال دين اخرين معتدين يتفاوضوا، انا مش رجل دين، انا رجل سياسه ورجل قانون. جاء مرحبا به، قعد بحذايا وقتها كنت في حزب اخر اللي هو المؤتمر، وقال لي راه ما يجيش هذا وراه حرام المساله نتاع عمل خمس ايام الى اخره، وذكرني بايه قرانيه كان مانيش غلط خاطر القران ما فيهوش لكن فيما معناه ايها الذين امنوا اذا قنودي للصلاه من يوم الجمعه فذروا البيع الى اخره. فانا ذكرت زاد بالكماله نتاع الايه، قلت له راه زاد الله سبحانه وتعالى قال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. هذاك علاش احنا زاد راهو بالمنطق حتى بالمنطق الديني راه نهار الجمعه العشيه ننتشروا في الارض ما نمشيو نخدموا. وانا راه الراجل كونه ابتسم، المتعصبين ما يبتسموش في مسائل كيما هذه تتعلق بالدين، خاصة كي جباهم وانت غير متدين معناها او غير رجل دين معناها بمسائل كيما هذه، وسمع واش نظر وغادر مبتسما متربي الراجل ما سمعتش تعليق لا شيء، هذه هي الصورة وهذه قصتها. ومرة واحدة للتوانسة نقول لهم بالله ما عادش تركزوا برشا على التصور، مش أول مرة نتضرروا من الصورة، رانا نتصوروا مع التوانسة الكل، وبالمناسبة رانا نحبوا التوانسة الكل. المجرم نحن من أكثر شدة مع الإجرام في كونه يلزم يطبق عليه القانون، والمجرم في دي سلاح نحن من أكثر شدة. أنا ناديت بضرب المدفعية والطيران عام 2012 وقت حتى عسكريين كانوا رافضين. من يحمل السلاح مجرم أم إرهابي محمد عبو؟ سادي بون ينجم يكون سارق بنك وبالتالي ما يكونش إرهابي، إذا كان عنده مشروع معناها الغاية منه ترهيب والكل اللي تعرف ايش يقول القانون أو دفع الدولة الارتكاب معناها القيام بعمل ما وعدم القيام به، راك تحكي مع رجل القانون، فوقتها بالطبيعة بشيء يعتبر إرهابي، عبارة إرهابي عند عموم الناس راهو مش كيما عند رجل القانون، خاطر المرة الأخرى قلت مثلا كومباتون أو قلت مقاتلين تغشوا الناس، كيفاش تقول مقاتلين مش إرهابيين؟ كي تقرا في جريدة فرنسوية تقول لي كومباتون فرونسي أون سيري تتعدى لاباس محلاها.
كيقولها تونسي تصدم مثال سامحونا رانا لغال دي فورماسيون بروفيسيونيل نستعملوا بعض العبارات ربما اللي مش تمعوا تدينها برا ارهابي هو اللي مرتكب جريمه ارهابيه والله. المجرم هو ارهابي وغير ارهابي في الجرائم كلها مجرم محمد عبد كل ما ارتكب جريمه حزب التيار الديمقراطي في الانتخابات الرئاسيه السابقه لاوانها. مازلنا مواصلين حوارنا معك بعد قليل مش نمروا الى الفقره الثانيه من الارشيف. محمد عبو مرشح حزب التيار الديمقراطي في الانتخابات الرئاسيه السابقه لاوانها. فقره من الارشيف نرجع خلالها بالتعليق والنقاش والتحليل على مجموعه من الفيديوهات، والان نشاهد الفيديو الاول. في قضيه صابر العجيل اللي هي الدوله لا تحترم نفسها وقضاء جزء منه لا يحترم نفسه، قضاء عسكري ما عندوش حتى استقلاليه وبالتالي ما نجمش يكون قضاء حتى نهار نعملوا له قواعد تاع استقلاليه، وقضاء مدني فيه ناس تبقى التعليمات. واتمنى مش باسم صابر خاطر هو بعيد عن السياسه تمام، لكن نتمنى انا وبرشا توانسه خاصه فريق الدفاع تاع صابر ان شاء الله نهار نوقفوا اللي حطوا في الحبس في بلاصته هو، مش انتقام وانما عداله. انا شكون؟ اللي هو يوسف الشاهد. علاش؟ معناه يوسف الشاهد سنعاد هو انت تو اثرت موضوع حساس ويحرك فينا انا ولسان الدفاع برشا شيء، كنت رايد على روحي انتم ذكرتوني قضيته بعد غدوه ان شاء الله ربي يسهل ويخرج. لم تكن قضيه مقاومه فساد، حاجته بشفيق جرايه عنده 1000 قضيه فساد. سي محمود قال لك انا ما حلتش قضايا فساد، انا حلت شفيق جرايه قضيه فساد عام 2012 حلتها لوزاره العدل، اش بيه هذا مش في الحبس. محمد عبو كان هذا تصريح ليك في قناة كارتاج بلوس مع زميلنا معز بن غربية، وبرشا جدل اليوم يثار في علاقة بموقفك من رئيس الحكومة يوسف الشاهد. البعض يعتبر أنك متلون في موقفك تجاهه لما أطلق الحرب على الفساد أشد بهذه الحرب، وقلت مستعدين وأنه يكون زعيمنا يوسف الشاهد لو يواصل هذه الحرب على الفساد، لكنك اليوم تتمنى له السجن. سي محمد وين تلون؟ السؤال راهي يقتضي تناقض، التناقض راه فيه عند معظم السياسيين اللي ينافسوا فيه. خليني نقول لك جل السياسيين اللي ينافسوا فيه متناقضين. أنا في قلب الوضوح رئيس حكومة جديد ما يعرفه حتى حد، قراءتي وقراءة التيار الديمقراطي كونه مش صحيح ماهوش يقاوم الفساد. ولكن بنا مناسبة خارجين نقولوا الراجل ماكش يقاوم الفساد، ها وقف واحد من اللي طلبت أنا بإيقافه عام 2012، قانون يطبق على الناس الكل ما يكبر في عينينا حد. اللي هو شفيق جرايد. عمل هو كان هذا اللي مشهور معناها واللي باين في الصورة عنده بعض القضايا. اي تحب نجيو ضده بالطبيعه نجيو معاه، وبالفعل هو كان جا صادق يوسف الشاهد اليوم هو مرشح وانا ندافع عليه، كان جا صادق ما كانش صادق الراجل. وش قلنا نحن التوانسه خرجنا وقلنا له اعطيناه مفتاح المدينه نتبعوا فيه، كانوا صادق طيبين ماهوش صادق، هذا هو. دونك فين التناقض؟ فما حتى تناقض. موضوع القضيه هذه قضيه ذي اختيار برشا بالنسبه لي. القضيه هذه في علاقه بالقضاء واليوم جدل حول هذا الموضوع محمد عبو، خاصه بعد التصريحات الاخيره للمرشح الرئاسي سليم الريح. يوسف الشاهد يتدخل في القضاء سلبا وايجابا، يدخل في القضاء باش يحمي ناس ويدخل في القضاء باش يحط ناس في الحبس، وهذا امر اختياري ياسر يمس بعض القضاة ما همش كلهم خاطر قله هما، ومعلوماتي عليه كونه يمس القضاة اللي عندهم ملفات، وهذا ديما معروف مع الاسلوب هذا مثل يشدوا حد برشوه ولا ببعض التقارير من نوع الممتلكات ولا كذا، يولي هذاك العبد معناه المطيع للسلطه التنفيذيه كما كان يعمل بن علي. وقت يكون رئيس جمهوريه ساقضي على هذا النوع من القضاة بالقانون، تعرف شنو القانون؟ أنا قلت أول حاجة مراسلة القضاة لازم يحسوا معهم رئيس ساهر على ساهر على احترام الدستور، مراسلة مسألة القضاء والوكلاء العامين، هل أنا سلطة تنفيذية متجاوبة متعاونة؟ لا، هذه مسألة مهمة في القضايا الكبرى. رئيس الجمهورية يضع تحت سلطتهم حتى ما معناها بعض العوان أو العوان أو السلطة معناها اللي هي تحت يديه باش ينفذوا القرارات تاع القضاء فيما يتعلق بقضايا كبرى. هذا من ناحية، من ناحية ثانية رئيس الجمهورية عنده قدرات زادة باش يكون عنده بعض المعلومات، أي قاضي فما معلومات فساد عليه زي ما تعدى التفقدية ورئيس الجمهورية يسأل عن طريق مستشاريه بشكل دوري اش عملته في هذا مازال في القضاء أو لا. نأكد لك نهار اللي باش يكون في السلطة ماكش تلقى قضاة منحرفين. وبالمناسبة نحب نقول لك راه متحاكم حتى قاضي بعد الثورة على جرائمه وعلى وضعه للناس في السجن بناء على التعليمات، وهذه راه ما فيهاش لا مسؤولية القضاة، هذه فيها مسؤولية نتاع قاضي إذا ثبت كونه كان يطبق تعليمات. واضح. محمد عبو ألا تعتذر ليوسف الشاهد على هذا التصريح اللي تمنيت له فيه السجن؟ شوف أنا مش داخل الانتخابات قائم نهدد في زيد ولا عمر، أما القانون باش يطبق على أي بشر في جرائم الاختيار صارت في البلاد، القضية هذه من الجرائم الاختيار اللي عملتها يتحاسب. يستحق فيها السجن يوسف الشاهد القضية هذه؟ أنا ما ريتش معناها اللي فما تفسير غير تدخله، طبعا المعلومات اللي عندنا اللي هو الدخل، فما ناس قراب شويه حاولوا يوجهوها للمرحوم
باجي قائد السبسي. نعرف ان اكد لك تو نجم نقول لك اللي فما شكون قابل السيد باجي قائد السبسي ويعرفوا اللي ما عندوش دخل في القضيه دي، واصل حتى بالمنطق ما عندوش دخل في القضيه دي. بمعنى القضيه دي خرجت لصابر العجيلي وعماد عاشور. القضيه دي خرجت من القصبه، توا سي صابر هو راهو شوف ما نحبش ندخل بين صفتي كسياسي ومحامي سي صابر العجيلي. سي صابر العجيلي لكن هذه قضيه راي عام. سي صابر اليوم معناها موظف محترم في وزاره الداخليه، رجع لمهنته وما وش مكلفني باش نحكي على قضيته وما ندخلش هذا في هذا. اما انا كمرشح للرئاسيه رالي فما برشا تجاوزات صارت في تونس لابد من التحقيق فيها. خليني نقول لك اليوم بخطاب المرشح للرئاسيه فما جرائم ارتكبت في تونس يلزم يتحاسب من ارتكبها، ما زلت نؤمن بذلك. ومره واحده نقول ان شاء الله كي تكمل المندا نتاعي 5 سنوات اذا كنت رئيس جمهوريه في اخرها ان شاء الله تكون عندنا قضاء بالحق محترم، ونعاود نقول التوانسه راهو 90% او اكثر من القضاه بطبيعتهم محترمين مش يستناو فينا. هل 10% نتاع اللي عندهم ملفات ان شاء الله يخرجون من القضاء؟ مع التذكير كانوا محمد عبو هو من قدم مشروع لاقصاء القضاة هذوما سنه 2012، والاغلبيه في السلطه وقت النهضه والاغلبيه في المعارضه. خلينا نقول لك المعارضه كلها جد ضدنا وقت للتاريخ. محمد عبو المرشح الرئاسي، نشاهد معا الفيديو الثاني. وبدي يكذب عليكم ما فما حد شيء من هذا الكل. يثير لكم في اذهانكم فكرة كونه انقذ، هو راه مش هو اللي عملها، ما يعملهاش، انا نعرفه حقا بالمناسبة معرفة شخصية، ما يعملش حكاية كما ذي. هو ضحية ليكيب تاع الكوم تاعو، قالوا له توانسة فدوا من الضعف، يحبوا الرجل القوي. وفما جزء من ولاد بلادنا قلت أنا ماك العام يحبوا البروتكان، ويحبوا يضربهم البروتكان، راه يقابون، هذه البسيكولوجية ولا البسيكولوجي نجموا يجاوبوكم عليها، يحبوا شكون يضربهم البروتكان. دونك خرج لهم قول لهم راني أنا نركح البلاد بزوز دبابات. ساعة أول حاجة سي عبد الكريم عنده مشكلة ديما مع رقم ثلاثة. راهو مجلس النواب فيه ثلاثة بيبان. وراهو كي يبدا فيه ثلاثة بيبان راهو يلزم ثلاثة دبابات. وراهو الضحك هذايا والنوادر قاعد يعمل فيها راهي تعيط. خاطر فما شيء يتعلق بالباب اللي بحذا البوسطة اللي مقابل المركز واللي من الغادي. كان يتذكرك اللي دخلوا منه مرة الإرهابيين. فالباب الأول دبابة، والباب الثاني دبابة، والباب الثالث إنسان. محمد عبو، ما فهم من هذا التصريح على أنك بصدد تصفيه حسابات مع السيد عبد الكريم الزبيدي منافسك في الانتخابات الرئاسية، وكرد أيضا على تصريحاته الأخيرة اللي تحدث فيها عن يوم الخميس الأسود؟ شوف أنت كنت بكريك تحكي على قضية متاع مواطن صابر العجيلي اللي هو توا بعد على كل القضايا دي، وكما قلت لكم موظف. خليني نقول لك معناها ولو هي مجال سمناتها ما في الباهي نذكر، أنا آخر واحد نجم نذكره بيسو هو عبد الكريم الزبيدي. نذكر بسوء لكن علاقتكم في المؤتمر من اجل الجمهوريه والرئيس المرزوقي سابقا كانت سيئه. لا لا علاقتي انا بالعبد الكريم الزبيدي معناها محترمه برشا، رجل حتى وصل طلبني في موضوع صابر العجيلي ويقول لي راهو عنده اي مشكله صحيه ولا كذا، تعرف قداش كانت مؤثره في القضيه، ونحب الناس اللي عندها انسانيه، وقال لي انا طبيب وكذا لا اسمح معناها بالمساس والمستشفى العسكري على ذمته واي اشكال وكذا، ونحن بحذاه وكل هذا تحسب له معناها. طبعا فما ناس اخرين زاد عندهم قراءه اخرى كون القضاء العسكري كان عنده هو، مش قراءه اخرى هي قراءه صحيحه الحقيقه، وما خذاش قرار هو عبد الكريم، ما يخش قرارات ينفع يسير وكاو كيما عرفتوا انا عام 2012 يسير وكاو اصلاحات راه ما نجمش يعمل اصلاحات، هذا رايي. وما انتقدته توا الحقيقه كان بحكايه الدبابات لان قلقتني ربما اكثر من اي مواطن تونسي. علاش مش دوره كوزير دفاع اذا كان فما تهديد للشرعيه يدخل؟ سمعتش قلت لك انا حساس جدا للحكايه هذه، حساس حساسيه مفرطه من اي طرف سياسي، حتى اصحابي نتعارك معاهم في المسائل هذه نتاع المساس بالشرعيه. وقت واحد وزير دفاع والقانون راه يسمح له باش يحرك دبابات. يحكي على تحريك دبابات، انا كجيت رئيس حكومه ما يروحش المقر الوزاره نتاعو. بمعنى؟ لان نهز التليفون ونكلم رئيس الجمهوريه ونقول له هذا خطر على الدوله توا بيرو ما يدخلوش، هذا يقع فيه وتوا علم التوانسه الكل. هذا موقف مخذوس يوسف الشاهد البطل توا اللي يحب ينقذ البلاد. واحد يخش في تلفزيون يقول كلام كيما ذي بيرو ما يرجعلوش. انا دفاع وانا دبابات، تيسال العسكريين، كان حب نتكلم راهو نجم كان حب نتكلم شوف اليوم كان حب نتكلم سامحني سي محمد راهو نجم ماهوش مباشر اليوم يوسف الشاهد لمهام. لا لا سي يوسف الشاهد ينجم انا وانت نعرف اللي هي التفويض في شكلي سوري باهي، غير هذايا تحب تحكي بالدستور باهي سامحني ما نتوجه سي كمال مرجان، سي كمال مرجان كان لديه كل الصلاحيات لاعفاء الوزراء، ما قالوش راهو تفويض تام ينجم يعفي وزير، هز تليفون كلم سيد اين رئيس. يكمن الخطر في تصريح عبد الكريم؟ هز تليفون كلم السيد رئيس الجمهوريه ويبعث لك مكتوب اللي هو موافقه رئيس موافقه رئيس الجمهوريه، ويقع علامه توانسه فورا كونه اقيل السيد عبد الكريم الزبيدي، اما لانه غير قادر على القيام بمهام والتصريح هذا يدل على كونه غير قادر على تسير وزاره، وان الراجل بالفعل من النوع الذي يتامر، تخرج دبابات سكر البرلمان، تقول لك حدث عادي. شو كل انا راني مصدوم من الساحه السياسيه ومصدوم
باللي يحكموا مزوم حتى بالصحافه راه كيما عملت رد فعل تو انت تصورني انا نحسب فيها اي نقول لك حاجه نحن حسابيا طيب واش دوري باش نلقي بمواقف سياسيه لا لا محبا. دورك اذا 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 انت تعمل في السياسه نعمل في العلاج شوف سي محمد انت تحكي على الارهاب مره اخرى قلت غير محايدين ونحن معكم ما يلزمكش تكون محايد في الدوله هذا اخطر من الارهاب الارهاب انتصرنا عليه واي دوله في العالم تنتصر عليه تحكي على اعتداء من الدوله استيلاء على السلطه الشرعيه تمنع سلطه من السلطات الثلاثه في الدوله كون تنعقد تحكي بدبابات هذا اقتتال بين التوانسه والتوانسه باش يقعدوا يتفرجوا فيك ماهوش القوى القبض عليك وبوليس باش يجوا معانا وحرس معانا وتولي فوضى وناس تقتتل في الشوارع. تفلكوا بين الموضوع هذا يا سي محمد راني ماكش قاعد تسجل في نقاط انتخابيه تحب دليل قطعي تحب دليل قطعي كي تضرب عبد الكريم الزبيدي شكون يطلع؟ تو تتصور جمهور عبد الكريم الزبيدي هما جمهور محمد عبد. سي محمد انا ماناش ناقصين ذكاء في البلاد هذه وفاهم ماناش بيستفيد حد اخر اما لا سبيل اليه كان واحد يحكي على الدبابات بالنسبه لنا ويرجع يكمل يترشح الانتخابات الرئاسيه. اخطر شخص انا في رايي انا ويسمح لي سي عبد الكريم اللي عمله مش معقول وكان خرج قال لحالتي النفسيه تعبه شويه يكون خير اشرف وبالنسبه للعسكريين نعرف راي برشا عسكريين في الموضوع هذاش نجم نقول لك اما اللي نعرفه كانوا فما حتى حد ينجم ينفذ له التعليمات هذه شنو قالوا العسكريين في علاقه لا مش الافكار هذه ما عنديش الافكار هذه حتى معلومه اما نعرف راي برشا عسكريين في وزيرهم ما فماش واحد ينجم ينفذ له تعليمات كيما هذه العسكريين اليوم بعقلهم ورزان وما ينفذوش تعليمات هذه تعليمات بديهيه لا شرعيه انا تخرج دبابه تمشي للمجلس هذه تتصورها مساله عاديه وصلت الفكره وعندك ردود وعنده فكره على ردود الفعل اللي تنجم تصير في تونس انا في رايي راهو خطير نعاود للي يتصوروا كانوا باش يفكروا جمهوره راهو جمهور سي عبد الكريم الزبيدي رانا نعرفوا مليح مليح اخر جمهوري صوت محمد عبد اللهم بعض الغلطين مش فاهمين واضح دونك راهي ما تنجمش تكون مسحه شخصيه بل بالعكس قد يستفيد خزمنا المشترك عبو واللي انا اعتبرته زاد مخطر اللي هو يوسف الشاهي مرشح حزب التيار الديمقراطي في الانتخابات الرئاسيه السابقه لأوانها نمر مباشرة إلى الفقرة الموالية لو كنت رئيسا كيفاش مش كنت عاملك مع عدد من الملفات في رئاسة الجمهورية لو كنت رئيسا بعد قليل مع محمد عبو لو كنت رئيسا هذه هي الفقرة اللي نحاول من خلالها محمد عبو المرشح الرئاسي عن حزب التيار الديمقراطي ناقش مضمون برنامجك الانتخابي رؤيتك في علاقة بعدد المسائل اللي تهم صلاحيات رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة والسؤال الأول محمد عبو لو كنت رئيسا إلى أي حد نجم تكون إمبريالي في تأويل صلاحيات هذا الدستور إمبريالي ما نعرف شو العلاقة بين العبارة والتوسع الدستور يعني. لا شوف توسع راهو فما رئيس حكومة وفما رئيس جمهورية وفما لقد الله قلت لقد الله ويظل يلزمش يلجوا لها ما لقد الله فما محكمة دستورية كي تتعمل تولي تفصل في موضوع التنازع على الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يحترم روحه وهذه فرصة باش تقولها التوانسة ماكش مضطر باش تكون مختص في القانون اقرا الدستور فقط وما تصدقش وما زاد فرصة باش تقول رجال القانون تحركوا معنا شوية انا سياسي يقول لك مرشح رجال القانون لازم يوضحوا الصلاحية تاع رئيس الجمهورية قعدوا يتفرجوا المرة هذه خلاو السياسيين يتعاركوا كل مرة يخرج واحد تأويل من قبيل مثلا الأمن القومي يشمل الصحة ويشمل التعليم ويشمل حتى الشؤون الدينية باعتبار الشؤون الدينية فيها خطاب معين يجب حرض على التطرف مال هذه من صلاحية رئيس الجمهورية مال هو عنده الحكومة الكل دونك مش هذا الدستور التونسي يحكي على الأمن القومي المتعلق بسلامة التراب دونك اللي يحكي على الأمن القومي يحكي في الإطار الضيق كي يعمل استراتيجية في إطار مجلس الأمن القومي اللي هو مش دستور هنا نحكي على قانون آخر بس من الدستور قال يرأس مجلس الأمن القومي تعمل أمر جديد في جانفي 2017 يحكي حتى على ضبط استراتيجي طبعا كي تضبط استراتيجية باش تحكي على جوانب أمنية ومدفعية والأسلحة والخطط العسكرية والمسائل هذه الأمنية والعسكرية الكل وفي نفس الوقت باش تحكي على جوانب الوقائية اللي فيها الثقافة فيها المسألة الدينية الكل هذيك تدخل في صلاحيته ضبط الاستراتيجية دي أما كي نحكي على سياسات عامة يضبطها راي في مجالات محدده امن قومي بمعنى الضيق يعني سلامه التراب من الاعتداء الداخلي والخارجي الدفاع الوطني والسياسه علاش معناها الضيق مش الواسع واليوم برشا تاويلات لمساله الامن القومي كان اول معنى التاويل يقول لك انه رئيس الجمهوريه اليوم على عكس ما يشاع صلاحياته كبيره وقادر وانه يؤثر في النظام السياسي الحالي انا اكثر واحد يعتقد لصلاحيته واسعه اما مش كما يقولوا برشا ناس كان قالوا رجال القانون الحقيقه ما سمعتش اما راهو العباره واضحه في النص يقول لك سلام معناها الامن القومي المتعلق بسلامه التراب من الاعتداءات الداخليه والخارجيه مثلا واضح. مش يحكي بالضروره على توزيع الادويه ولا يحكي بالضروره على الغذاء ولا يحكي بالضروره على الحبوب ولا يحكي بالضروره على البذور ولا يحكي بالضروره على المياه على اهميتها ماهيش هذه الصلاحيات اللي فيها اللي تسمح له معناها كونه يضبط السياسات العامه لو كنت رئيسا محمد عبو في علاقه بقضية الفساد السياسي هذا الشعار الكبير اللي انت ترفعه في برنامجك الانتخابي كيف يمكن أن توظف مجلس الأمن القومي في علاقة بهذا الملف؟ مجلس الأمن القومي خاصة بعد تنقيح الأمر متاعه في جانفي كما قلت 2017
مانيش نقول لك خاطر هو اصل واستشاري، لكن مانيش نقول لك اللي فيه ما يوحي بكونه فما سلطه تقريريه او اتباع تنفيذ قرارات. ومساله ثانيه، واضح كان رئيس الجمهوريه مساهر على احترام الدستور، عنده صلاحيه زاد فيما يتعلق بالامن القومي فقط مش بالامن العام. فبالتالي التعليمات تتوجه لكل الاطراف ولكل الجهات المختصه اللي هي حاليا اللي موجوده فقط، مازلنا ما حكيناش على وكاله المخابرات اللي لازمها تعمل واللي لازمها تعمل تحت سلطه رئيس الجمهوريه. اما حتى اللي علاش رئيس الجمهوريه مش رئيس الحكومه؟ خاطر فلسفه الدستور التونسي هو كون جعل رئيس الجمهوريه هو الضامن لاحترام الدستور من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اعطاه هو السلطه نتاع تحديد معناها او صلاحيه تحديد السياسات العامه في مجال الامن القومي، وقاره ويراس مجلس الامن القومي. الفلسفه نتاع الدستور وكان ترجع اعمال تحذيريه اللي ما تنشرتش لكن احنا كنا في قلبه ونعرفوا شنو نوعيه النقاشات، هي هذا هو كون يكون هو المسؤول على الامن الخارجي وعلى الامن الداخلي للدوله. ما الفائده من تاسيس او بعث مؤسسه للمخابرات صلبه رئاسه الجمهوريه محمد عبو، والحال وانه عندنا المصالح المختصه في وزاره الداخليه؟ جوستومون، انت كي تقرا برنامجي تلقى ملاحظه دقيقه، انشاء وكاله جديده لا يعني المساس بالنسيج المخابراتي الموجود اليوم. خلينا نقولوا للتوانسه بكل وضوح، عندك اداره عامه مصالح فنيه باش تبقى تخدم على روحها تبع وزاره الداخليه، وعندك اداره عامه مصالح مختصه وتبعت استعلامات وغيرها باش يقعدوا يخدموا على روحهم. عندك الحرس بعد الثوره ولا عنده دوره استخباراتي باش يوصل يخدم على روحه. هو القاعده عمرك ما تخلي ساعه العظم الكل في قفه واحده. طبيعة الشيء في تونس كما في اي برشا دول كما في اغلب دول العالم مش مصدر واحد في تشظي العمل الاستخباراتي. على ذكر التشظي، انا عندي مقترح في كنت شفت البرنامج الانتخابي نتاعي فيما يتعلق بمقاومه الارهاب. في مقاومه الارهاب بالذات يلزم اداره عامه موحده، وانا ادعو لهذه بالحاح اليوم وغدوه نفذها كان وجدنا، خاطر يلزمها توجد في اطار السياسات العامه اللي قررها رئيس الجمهوريه وينفذها رئيس الحكومه. كي تحكي مثلا على الارهاب، وي ارهاب يلزمه معلومات موحدة عند جهة ما اللي هي المدير العام للإرهاب اللي لازم يكون عنده الحرق حرس والشرطة، وما يخضع كان للوزير الداخلية أو إذا فما كاتب دولة. هذه يتلم فيها كل الأطراف المتدخلة، معناها الجانب الاستخباراتي المركزية متاع الإرهاب، الجانب العدلي، الوحدة متاع الجرجاني، الحرس اللي عندهم، حتى الباتم المفروض راهي عند خاضع نفس المدير العام فيما يتعلق بالإرهاب إذا نحب نكونوا فاعلين. هذا الإرهاب ويتدخل سريع، بتدخل سريع يلزم وسلطة متاع قرارات تكون واضحة، فما الوزير يراقب. هذا في تصوري. في المخابرات موضوع ثاني، خبرات راي تعدد المصادر مهم، ومع ذلك انا ذكرت في البرنامج كونه كل الاجهزه المخابراتيه بشكل عام مجبره على كونها تعلم الوكاله على الاقل بالقضايا ذات الاهميه. هذا اللي حطيناه. مخابرات الامن القومي شنو الهدف منها محمد عبو تحت اشراف رئاسه الجمهوريه؟ شوف، نحن مو تعرف الهيكله كيفاش تعملت بعد الثوره، ماخذين شويه على السيستم الفرنساوي مثلا. كانت عندنا اداره امن الدوله، طبعا وقع انحراف بها، معنى الانظمه الاستبداديه ما تنجمش تخدم كما منطق دوله، فاستعملت ضد المعارضين اكثر منها حمايه امن الدوله. وقع حلها هي، كي وقع حلها طبعا توزعوا العوامل نتاعها وجات فرقه جديده واداره جديده تعملت مراحل، كانت مره اداره تابعه للجرجاني، على كل حال انتقلت مراحل حتى ولات اداره اللي هي الاداره نتاع الارهاب وتصدي للجرائم الخطيره والماسه بسلام التراب. هذه تقريبا ليكيفالون نتاعها صحيح، لكن دورها انحصر يمكن 99% اذا مش اكثر، قولوا 99% في موضوع الارهاب. جاء وقت باش تكون فما اداره تكونت بعد الثورة، مش من الناس ما تدربتش بالكل جاي اليوم باش يدخل وكالة المخابرات، باش تقسم بين عوان قدم خدموا ما فما شيء في ملفات ما فيه انتهاكات ولا فساد، ويخلصوا مليح، عندهم حيلح، عندهم تحفيز. دونك القديم لازم يتوجد ما كانش راك ما تنجحش، هذه قاعدة معروفة في التسيير. وناس جدد يدخلوا تدريجيا، صارت تعمل ساعة الوكالة نتاع الشرطة، ربما اسمها الأكاديمية نتاع الشرطة، أو ربما تتعمل مدارس خاصة بهم، لكن المهم كونه باش يكون بين القديم والجديد، وباش تولي هي اللي تمركز عندها كل المعطيات، ويصير تعاون بين مختلف الأجهزة. أنا نقول حسب البرنامج نتاعي تحت إشراف وسلطة، أو بالأحرى تحت إشراف أو في إطار عفوا مجلس الأمن القومي. علما كونه في علاقة بين ربي يرحمه السيد باجي قائد السبسي ويوسف الشاهد، حبوا يتقاسموا نهار هكا راديك وتراديني، عملوا زوز اوامر هما في نفس اليوم، واحد لمجلس الامن القومي والاخر المركز الوطني للاستخبارات، هذا تابع رئيس الجمهوريه وهذا تابع رئيس الحكومه. راهو هذه طريقه لضرب الدوله. الامن القومي اللي مترشح في التشريعيه يحب يولي رئيس حكومه، خليه رئيس جمهوريه، خلي نعطيك مبررات. منتخب من الشعب الكل. نظريا مش صحيح ديما، لكن نظريا انتخبوا الناس، كان واحد حريص امين معناها ساعه ويحرص امين على اسرار الدوله. ما تخافش منه، رئيس جمهوريه على عكس رئيس حكومه نجم يعدي 6 شهور، نجم يعدي عام، هاك شوف الحكومات لا تصمت. فالاصل اسرار الدوله والمسائل هذه والقوه هذه يفترض تكون عند رقم واحد اللي انتخبوه الشعب التونسي ولمده طويله ومحصل من الجمله من الاجراءات اللي هو رئيس الجمهوريه. هذا لمصلحه الدوله بغض النظر على انا مرشح ولا مش مرشح. بعجله محمد عبو، اجابات برقيه، لو كنت رئيسا للجمهوريه هل تتدخل في تعيينات القيادات العليا الامنيه في وزاره الداخليه؟ ليست من صلاحياتي، ولكن انا حاط في البرنامج نتاعي راهو اصدر القانون في تونس والقانون العدد 32 لسنه 2015 يضبط ان هي صلاحيه رئيس الجمهوريه في التعيينات العليا.
ما تبقوش في الدستور. انا مع مراجعه القانون هذاك لتطبيق الدستور. القانون هذاك شيقول او الدستور شيقول يقول يعين رئيس الجمهوريه في المناصب العليا في المتعلقه بالامن القومي حتى منصب حتى في وزاره الداخليه. فمنصوص مناصب في وزاره الداخليه حسب الدستور التونسي لكن مش حسب القانون اللي جاء من بعد. يظل سي البجري ربي يرحمه لم ينتبه وهي اداره العامه للمصالح المختصه والاداره العامه للمصالح الفنيه. هذا يلزم يعينهم رئيس الجمهوريه وهذاك علاش يلزم يتنقح القانون. وحتى كان لا قدر الله وقع سؤال المحكمه الدستوريه في الموضوع هذا باش يمشي في الراي اللي قلت لك عليه. انا متاكد من ذلك خاطر النص يقول المناصب العليا في الامن القومي وهذوما في قلب الامن القومي. لو كنت رئيسا للجمهوريه محمد اما سامحني غير هذا لا يتدخل خاطر اول حاجه ما يلزمش يتدخل. اثنين حتى كان جيت انا وزير الداخليه راني ما نختار كان الاكفاء مش الحسابات تاع زيد والعمر. هذا لو كنت رئيسا للجمهوريه هل سيكون ملف الفساد السياسي اول ملف تفتحه في مجلس الامن القومي؟ هذا اللي وعدت به التوانسه اول ما تضرب اذا تحب تقاوم الفساد ابدا بفساد السياسيين وما تغزل حتى الوسيط. ما معنى فساد سياسي محمد؟ فساد سياسي هو قبول اموال لخدمه مصالح زيد وعمر من طرف من هم في مستوى سياسي واتخاذ القرارات او التصويت في اتجاه معين او اتخاذ قرارات سياسيه بشكل عام لاعتبارات تتعلق بالمحابات او بالمقابل المالي. هذه بشكل عام الفكره اللي تعرف بها مساله الفساد السياسي. تزيد معها في خصوصيه تونس هي قبول الاموال من الخارج اللي هي مازالت في تصوري انا من اخطر الجرائم اللي تشتغل. عندك حاليا معطيات حول احزاب تتلقى تمويلات اجنبيه؟ اي عندي معطيات على احزاب تتلقى. علاش ما تصرحش بها توانسه؟ هذا شو باش نقول لك. انا راني صرحت بها توانسه بالمناسبه ومش تو باش نعاودها في الفتره الانتخابيه او بالاحرى في قلب الحمله الانتخابيه. اما كوني قلتها في سنه 2014 بناء على المعلومات وصلتني طبعا قلت وحكيت حتى اليوم في الانتخابات الحاليه فما احزاب تلقات اموال اجنبيه. محمد عبد انا وصلت حتى سميت الاجنبي والرتبه نتاعو اللي قلت في وقت من الاوقات راهو هو اللي سلم اموال لحزب سياسي. ويؤسفني باش نقول الكلام هذايا. تونس اليوم في حاله تسيب ما فيها حتى شخص في السلطه عنده من المصداقيه ما يسمح له كي يفتح الملف هذا. القضاء بقى مربع ايديه. داخليه عنده ملفات راقد عليها. والوزير ورئيس الحكومه طبعا يخدموا في مصالحهم ودابا يسيطروا على كل الاجهزه اللي خدمت مصالحهم. ما نعرفش الوزير هذا كيطبق فقط سامحني ولكن بالنسبه لرئيس الحكومه راهو يستغل فيها لمصالحه الخاصه. واضح. ما جاش شكون يقول سانهيها، انا كرئيس جمهوريه سانهيها، تقول لي الفساد صغير، هذاك دور رئيس الحكومه راه. ولا دور كي يجيو المديرين العامين في مجلس القومي رئيس الجمهوريه يحثهم بالشكل المناسب على كون يقوم بواجبهم في الجانب هذا، والاولويه لوزاره الداخليه في مقاومه الفساد هي اللي عندها امكانيات وهي منتشره في كامل تراب الجمهوريه وعندها وسائلها. واضح. اما الفساد في اعلى مستوى هذا التزام من رئيس الجمهوريه اذا كنت في ذلك المنصب. محمد عبو لو كنت رئيسا للجمهوريه والدستور حسب الصلاحيات اللي فيه يخول لك ترأس مجلس الوزراء، اي ملف مش تفتحه في اول مجلس الوزراء؟ ما نحبش نظلمك مره اخرى سي محمد، اما من برشا زاده من غير رجال القانون لحدهم. من سيضبط جدول الاعمال راهو رئيس الحكومه. هكذا كتب الدستور. مش رئيس الجمهوريه؟ من يضبط جدول الاعمال هو رئيس الحكومه في كل الحالات حتى كان حضر رئيس الجمهوريه. فبالتالي رئيس الجمهوريه شنو الملف اللي مش طالب رئيس الحكومه بفتحه؟ فما الملفات نتاعي انا تاع رئيس الجمهوريه نتاع صلاحياته هو طبعا اللي يتعلق بالدفاع واللي يتعلق بالامن القومي ويتعلق بالسياسه الخارجيه. هذيك طبعا في كل مره تذكروا حضر لنا جدول راني باش نجي نحضر في الموضوع الفلاني او باش نجيو بحذايا باش تحضروا في الموضوع الفلاني. في غير هذايا طبعا فما قضايا ذات بعد اجتماعي واقتصادي رئيس الجمهوريه لابد من التذكير بها. شنو؟ تشغيل مثلا عدم تفعيل بعض ابواب الدستور اللي طرح اشكاليه كبيره اليوم مشكله الميزان التجاري. لكن راهو باش نحاول نذكرك حتى لا يحصل اصطدام بين الرجلين خاطر نسمع في برشا مرشحين وانت تحكي بكريكه حتى على فهم عنده خبره برشا والكل مانيش عارف كيفاش عمل الخبره. راهو لا يجب ان يحصل اصطدام بين رئيس حكومه ورئيس جمهوريه. انت تتصور سي محمد كون رئيس حكومه باش يفرح كل اسبوع ويجتمع ورئيس جمهوريه يقول يجيو بحذايا نحب انا نرأس الاجتماع راهو بشكل استثنائي الا في صلاحياته ثلاثه. في غير هذه خليه البعيد على صراعات ونزاعات حتى كيمشي البرلمان ما يصيرش ديبا يقول كلمته ويروح على روحه. هذه هي الصوره نتاع رئيس الجمهوريه في الدستور التونسي بعيد على النزاعات وبعيد على الصراعات. واضح. محمد عبو لو كنت رئيسا للجمهوريه شنو هي الاصلاحات اللي ممكن تدخلها على المؤسسه العسكريه وهل ممكن تعين رئيس للجيوش الثلاث؟ في البرنامج الانتخابي قلت اذا اقتضت ضروره تعيين رئيس الجيوش ثلاثة رئيس اركان الجيوش الثلاثة مانيش راه في مصلحه حاليا ممكن بعد بضع سنوات. مش اولويه؟ مش اولويه بالكل الحقيقه حتى اولويه. فما وزير دفاع فما مش بالضروره لازم يكون فما رئيس اركان الجيوش ثلاثة. اللي يهمني كون رؤساء الاركان معناها الناس يكون عندها الكومبيتونس تكون زاد محترمه لدى المؤسسه العسكريه. زاد نحب الامنيين عفوا نحب العسكريين ضباط وضباط صف وجنود يكونوا زاد يحترموا قياداتهم مهمه جدا. محمد عبو مع تشبيب القياده العسكريه هما اغلبيتهم مش كبار باش نحكيو على التشبيه. ما عندناش الاشكال هذه في تونس تو يكون في سن تقاعد زاد وكل العامين وفما ثلاث سنوات اختياريه لا هما ما يتسماوش معناها كبار بالعكس. لكن فما حاجه اخرى على ذكر الضباط الكبار فما سياسه عملها بن علي ويؤلمني كان نقول بعد تسع سنوات من الثوره ما جا حتى حد غيرها واللي هي فكره كان وصل لرتب معينه ويسكر.
تلقى واحد امر لواء في الصحراء ولا وين، والرتبه نتاعو عميد، ظاهره منتشره جدا في تونس. انا التزامي كونه كل واحد يسحق رتبه لواء ياخذها على الشغل يقلقني انا كرجل بالفرحان كونه جيش فيه معناها الويا وناس في رتب هما يستحقوه. نفس الشيء بالنسبه للرؤساء الاركان، طبعا لازم يكون فريق، فريق اول ما عنديش اشكاليه مع الرتب ما دام تطابق لكفاءه الشخص ولتجربته المهنيه، هذه مساله مهمه. غير هذايا اللي موجودين في الجبال واللي موجودين في الصحراء الى اخره زاد يستحقوا كثير من الدعم. هذاك علاش حتى في السياسات العامه مش في التفاصيل اللي هي المفروض تخص التفاصيل حتى يتفاها الاعتناء بهم، حتى في مساله اللباس، حتى في موضوع الصفقات مع عقلتهم، حتى في اللباس نتاعهم. تطرح ملف زياده في اجور العسكريين؟ شوف انا راني طارح ملف اقوى من هكا اللي هو يلزم تقتنع به الحكومه، مش بالضروره باش يتحط في السياسات العامه. يتحط السياسات العامه مثلا مساله كما تعلق بمنح على اشكال في الصحراء فقط، هم بعد الثوره راه ولاو ياخذوا منحه محترمه الى حد ما مش برشا، لكن حتى اللي في المناطق الاختيره زاد المفروض زاد ياخذوا منح. هذه تنجم تحطها في السياسات العامه، اما بشكل عام تحكي على الزياده في الاجور هذا سيحصل نوع من الاصطدام بين راسي السلطه التنفيذيه مش باهي. او اللي باهي، اللي باهي كونه يقتنع رئيس الحكومه، ساعه كان مثلا تيار ديمقراطي كان عنده اغلبيه في التشريعيه ولا هو شكل حكومه تنفذوا قرارنا في السنه المواليه اللي وصلنا للسلطه، مناش باش نعملوها في نفس السنه، ما زلت نؤمن بها. زياده معتبره للامنيين الكل، الديوانيه، للجيش، للقضاء ولجهاز الرقابه، هذوما يزم حتى مضاعفه الاجور ما تقلقناش. علاش؟ لانه في نفس السنه اللي تحطها في قانون الماليه مثلا افترض 21 يزم تحط في لي بريفيزيون كونك دخلت اكثر خطايا مروريه، تهريب، مقاومة الفساد، فتنجم ترجع أكثر منهم. الناس اللي يومين في الغرايات واللي عندهم السلطة في تصور يجب يخلص مليح، مقابل ذلك الغلطة نهايته في الإدارة أو في الوظيفة أو في القضاء، هذا لازم يتقال. معنى أنا نوم به بالنسبة للعسكريين والأسلاك أخرى محمد عبو مع التذكير طبعا فما قطاعات أخرى موضوع تويد ربما يخش مباشرة الرئيس الجمهورية، لكن فما زاد معنى الأطباء معنى في أعلى مستوى في الصحة العمومية أو بالأحرى في معنى الأطباء الشفيين الجامعيين، ونفس الشيء زاد بالنسبة للسادة الجامعيين زاد عندهم مشكلة من الوقت في وقت من الأوقات زاد يلزم تحل الملف هذا. أما نعاود نذكر راهو هذه مش تدخل مباشرة في صلاحية الرئيس الجمهورية فقط، هذا توجه عام. لو كنت رئيسا للجمهورية محمد عبو، كيف ستتعامل مع ملف الدبلوماسية الاقتصادية والسياسة الخارجية؟ هي من أهم صلاحياتك. كما حكيت لك بالنسبة للعسكريين رأس المال قبل هذا تشوفوا برنامج في برشة تفاصيل، رأس المال هو اللي في ديه السلاح هذا كيدافع على حدود الوطن. نفس الشيء بالنسبة للدبلوماسيين، رأس المال هو حسن اختيار الدبلوماسيين. دبلوماسي بالنسبه لنا اللي عنده علاقه لا بالاحزاب ولا بحساب قبل التعيينات محمد عبد، خلينا في الثوابت، خلينا في التوجهات الكبرى أنا اليوم، لانه أنا فما شكون يطالب بضروره احترام ثوابت الدبلوماسيه التونسيه وايضا في علاقه بالدبلوماسيه الاقتصاديه اللي، وعلى الرغم من انه خصصنا لها كتاب الدوله الا انه نتائج الى اليوم دون المامول حسب رجال الاعمال، حسب المستثمرين، حسب الخبراء. ذاك على سي محمد مصر على المنهجيه هذه ونعرف اللي هي صحيحه. اختيار حسن اختيار الدبلوماسيين مهم جدا، اختيارهم زاد على اساس الدرايه بقضايا الاستثمار وبقضايا الاقتصاديه راهي مساله ذات اهميه قصوى، مش الفائده تعمل نظريات وتحط ناس غيرها كفاية. كيفاش تنجح فيها سي محمد؟ ما تنجمش تنجح فيها. التصور العام هو كونه تكون الاولويه في علاقاتنا الدبلوماسيه المصالح المشتركه فيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديه. ما عادش الدوله نتاع قبل الثوره اللي قضيته نهار الكل يزين في الصوره نتاع نظام الاستبداد، ما عادش هذه طبعا. وما عادش عدم الوضوح نتاع 9 سنوات، شو اللي فما وضوح؟ دوله قررت كون تنظف نفسها من الداخل، ما عادش عندها فاسدين في العالم. بالمناسبه نذكركم تاريخ ماي معنا 2017 اللي بدات فيه حمله مقاومه الفساد، قداش جات من تصريحات في صف تونس تعمل كي نكون انا رئيس جمهوريه، حمله بعيده على الحسابات وتعطي صوره ايجابيه على تونس الجديده. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه تونس هالصوره هذه نتاع ديمقراطيه في مناخ غير ديمقراطي عاده، يعني تجربتنا تلقى كثير من المتعاطفين، هذه يقع استغلالها زاد لربط احسن اكثر من يمكن مع العلاقات مع اصلاحاتنا الداخليه اللي تقوم بها الحكومه. من المفروض هذه يسهل لنا جلب الاستثمارات، نحتاجوا المشاريع الكبرى زاد تجي من الخارج غير تطمين التوانسه في الداخل، ونحتاجوا زاد دخول اسواق جديده بشكل مناسب مثلا افريقيا وخاصه افريقيا. افريقيا تقتضي اكثر اسفارات ونفقات وتحكم. عندك فيها مقترحات في هذا الشأن؟ ونفقات وتحكم، يعني كي نوليو مثلا سفارة في 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 7 أو في 8 دول تولي حاجة معقولة. نحن اليوم رانا مازلنا بعاد معنا على على ما تنتقى بسفارة ربما في 10 دول أو في 7 أو في 8. مشاكل لوجستية، مشاكل في التواصل مع هذه الدول محمد عبو، وإحنا كان نوصلوا حتى سفارة المستثمرين اليوم يحتجوا ويتذمروا يقول لك فما مشكلة نتاع نقل مثلا، باش نصلح الوضع. حتى سفارة في 3 دول بعد في فترة ال5 سنوات تنجم تكون حاجة باهية. مقابل ذلك فما سؤال ديما يطرح الميزانية، الميزانية الحوكمة والتقليل الزاد في عدد الموظفين، علاش لازم تكون سفارات كبيرة؟ تنجم تكون سفير ومع عدد صغير من الموظفين.
نجاح فيها ما يقتضيش فقط السلك الدبلوماسي والتعيينات اللي قام بها والتحديد السياسه فيما يتعلق برئيس الجمهوريه. هنا باش تولي عندها معناها السياسه الدبلوماسيه، يلزم الاسس نتاعها، الاسس نتاعها نتاع نجاحها كي نحكيو على افريقيا راهو نعاود نذكر يلزم يكون عندها بنك عمومي تونسي يحل فروع غاديك او ربما يقع اقتناء بنك عن النقل الفريقية. البري والجوي نفس الشيء باش نكملوا لك فيما يتعلق بالنقل الجوي، اصلاحات جذريه في تونس. يمكن رئيس الجمهوريه باش يقول اصلاحات في تونس، اما فيما يتعلق بالخطوط اللي تمشي لافريقيا واللي لازم يقع تطويرها هذه راهي تدخل في السياسات العامه. ما كان السياسه الجمهوريه ما عادش عندها حتى قيمه. تتعهد بفتح ملف الخطوط التونسيه، ملف الخطوط التونسيه ساعه الفريقية. من الاشياء اللي لازم يكلف بها الهيئه العليا للرقابه الاداريه والماليه، اللي هي الحقيقه من سلبياتها كل ما تقومش هي بيدها بتدقيق، لكن هي تنسق بين مختلف الهيئات ان شاء الله زاد تغير بعض قوانين نتاع الهيئات الرقابيه وتصير فيها تدقيق. تونسير من اكثر الشركات اللي فيها تجاوزات قبل وبعد الثوره وفي كل الفترات، ويؤلمني اللي قاعد يصير واللي صار سابقا في تونسير، ويؤلمني زادا كون ما مشيناش المنطقه كون لازم نجيبوا الكفاءات لتسيير هذه الشركه. الكفاءات راهو لازم تغير لهم اصلا قوانين باش نجم تخلصهم بالكدا. رانا مازلنا في قوانين بالي، هذا دور الحكومه طبعا كون تغير بعض القوانين باش تجيب مديرين عامين في مستوى عالي ينجموا ينجحوا. على زوز تجارب في العالم مهمين برشا، الخطوط القطريه والاماراتيه. التجربه نتاعهم لازم يقراوها التوانسه باش يفهموا كيف الشركه من لا شيء تولي شركه عالميه وناجحه. الكفاءات ثم الكفاءات، الديسبلين ثم الديسبلين. واضح. اما هذه راي مش لرئيس الجمهوريه فقط، نذكر رئيس الجمهوريه في ضبطه للسياسات يقول يزم تكون فما خطوط. واضح محمد عبو. وماذا عن علاقاتنا العربيه؟ اليوم احنا في فضاء متحرك، فما صراع محاور في المنطقه، كيفاش باش تكون مواقف تونس تجاه مثلا اليوم الازمه الخليجيه في علاقه بالشان العربي والمناطق اللي فيها اشكاليات اليوم وازمات؟ الدبلوماسيه اللي نوم بها الدبلوماسيه نشيطه، فيها كثير من اللقاءات، فيها كثير من المجامله، فيها كثير من محاولات لقاءات مع الجميع، نحكي على الدول العربيه، محاوله ربط علاقات جيده مع الكل، ما في ذلك اللي كانوا متقلقين في وقت من الاوقات كما مصر مثلا، ما في ذلك اللي كانوا متقلقين معناها من الدوله التونسيه ومن التجربه الجديده نتاعها. انا نراها كون لازم تتربط العلاقات مصر من بين هذه الدول محمد عبو، الامارات العربيه المتحده، معناها شوف ربما بعض الدول الخليجيه عبرت ببعض الممارسات نتاعها على الشيء هذا. بعض الدول الخليجيه الحقيقه زاده تدخلت لفايت بعض الاحزاب السياسيه. نحن ماناش في محاسبه الاحزاب هذه، كيفاش نحاسبوا اللي خذوا فلوس في تونس او سمح لي، نحن ماناش في محاسبه الدول هذه، نحاسبوا الاحزاب هذه. وقت يكون فما امكانيه معناها لفتح الملفات هذه اذا كنت انا في سلطه وسيكون ذلك، هذا موضوع خاصة نحن، يخصهم هما، مهم تبليغهم رساله كانوا لن نسمح بذلك، مش بشكل عدواني، بشكل انا مديني دينا لكم، ان شاء الله يوافقوا، ان شاء الله يقبلوا. اللي ما قبلش منهم هما احرار، طبعا ديما شركائنا تقليديين معناها معروفين وموجودين، ونحن كان جينا بحاجه نحلموا بها ونتمناوها، هما اقرب ناس بعضهم هما الدول العربيه. من لكن تونس اليوم فمن المفروض في تحالفات تفنيديه محمد عبد، فمن المفروض يعتبروا ان بلادنا تتذيل للمملكه العربيه السعوديه. شوف، تذيل للمملكه العربيه السعوديه او لاي طرف هو مرفوض. كان الموضوع يتعلق بالتصدي لتنظيم داعش، ما تنجمش تونس تقول لا. انا مع سي الباجي قائد السبسي ربي يرحمه في الموقف نتاعو، وشو عمل له من بعد شيء يشرى. اما كونك تعلن انت في تحالف ضد داعش تنجم تقول لهم لا، بلا مناسبه باش تقول لهم لا. مصلحه مشتركه كون نقاوموا بعض العالم العربي والدول العربيه الكل الارهاب، ما تنجمش تقول لا. في مسائل اخرى زوز دول عربيه يقودوا مثلا في تصنيف حزب الله تنظيم ارهابي. شوف، هذه من وهذا الموقف من المثير للجدل على كل حال بهذه القضيه، يفترض فيها تونس الدبلوماسيه النشيطه لو عندها كلمتها حتى في صياغه البيانات اللي تخرج على الجامعه العربيه، من حقها زاد باش تقول كلمتها. شكون قال ما نقنعوش؟ كيبدا رئيس جمهوريه يكفوا، كيبدا وزير خارجيه يكفوا، ولا يحضر رئيس حكومه ويكون كفوا، شنو اللي يمنع كونه يدفعوا في اتجاه كونه بعض العبارات تستعمل الاستعمال المناسب باش ما تخلقش اشكال لدى الشعوب العربيه زاد قبل كل شيء، خاطر عبارات معناها هنا ولا هنا تحسها اللي كاني محمله بغايات سياسيه معينه تخص طرف وما تخصش طرف. طيب، نكمل الفكره فقط، ماناش في نزاع معها الدول العربيه، لكن بوضوح رانا ما ندخلوش في حتى محاور. صراع موجود في الخليج، موقف تونس واضح، ما تدخلش في الصراعات هذه وتتعامل مع الجميع. اللي حاب يتعامل معها مرحبا به، اللي ما حبش نحن على كل حال حولنا. المهم الراي العام يبدا يعرف نحن حولنا. بإجازة محمد عبو، سؤال الموالي في 30 ثانيه الاجابه، ماذا عن المساله الليبيه؟ هل ستتدخل في هذا الملف لو كنت رئيسا للجمهوريه؟ من اوكد الاهميات المواضيع التي يقع الاهتمام بها من طرف رئيس الجمهوريه هو الملف الليبي. الملف الليبي هو ملف شعب مكلوم اليوم، ممكن تطلق مبادره ويلزم في اقرب وقت تتحل المشكله نتاعه، وهو في المستقبل زاد الامن القومي التونسي والليبي باش تتعهد في علاقه بهذا الملف وتحسين الاوضاع الاقتصاديه في تونس زاد نهار تتحل المشاكل نتاع اشقائنا في ليبيا. اتعهد بان نكون معناها الوسيط
ذي المصداقية اللي يحاول يقرب أكثر ما يمكن بين كل الأطراف الليبية، واللي يستعمل علاقاته الدبلوماسية بكل ما أوتي من قوة في اتجاه رفع أيدي كثير من القوى الإقليمية عن التدخل في الشأن الليبي. هما اللي ضربوا ليبيا، هما اللي قاعدين يتصارعوا على أرضها. مستعد لعقد حوار وطني ليبي ليبي في تونس تحت إشراف تونس وبمساعدة تونس مش مستعد أو مغاربية. فقط فيقع الاتصال بكل الأطراف، تونس على ذمتكم لأبعد درجة في هذا الجانب، ونحن نعرفوا خيانة في ليبيا. كل الأطراف بما في ذلك حفتر محمد عبو، كل الأطراف معناها كل الأطراف المتنازعة إذا تحب تجي لتونس فما حتى إشكال. اللي هي جاوبنا الأمنية هذيك معناها ماهيش باش نقول نحكيو في تفاصيلها، معناها هذيك مسائل تخص جهات في البلاد، أما بشكل عام مقبولين معناها كل الأطراف الليبية إذا حبوا يتحاوروا بين بعضهم جيد. الفكرة العامة عن تونس طبعا ديما تنطلق منها هو وقتاش يولي عندنا دولة موحدة معترف بها من طرف الليبيين الكل ومن طرف الخارج، وطبعا يكون زاد فيها جيش موحد وراضيين معناها أغلبية الليبيين عليها، ويدخلوا في مرحلة انتقالية. نتصور هذا هو التوجه العام لأي طرف يحب يدفع في اتجاه حل الملف الليبي. ما كناش الحقيقة المفاوضين اللي يحظوا بكثير من المصداقية ديما. كي يكون رئيس جمهورية ستكون هنا هذه المصداقية واضحة وثابتة. ما فيش كلام ما نجبش نتمنى الليبي عودة نظام الاستبداد، لا لمصلحتهم ولا لمصلحتنا، ولكن ما ناش ندخلوا في تفاصيل اتفاقاتهم. اللي يهمنا كونه يجلسوا ويتفقوا على إنهاء فوضى السلاح في ليبيا. وصلت الفكرة محمد عبو المرشح الرئاسي عن حزب التيار الديمقراطي في 30 ثانية. أيضا كيفاش باش تكون علاقتك بالبرلمان؟ علاقة رئيس الجمهورية ماهوش تابع حتى حزب، في كثير من القضايا باش يتواجه البرلمان الكل فركس على العقلاء فيه، أصحاب الضمير فيه، وقت قدم مقترح راني مش تابع حزب. تقاليد جديدة في علاقتك بالبرلمان لو كنت رئيسا للجمهورية؟ قلت وقت الدستور يحكي على مخاطبة البرلمان على الأقل مرة في السنة، غير هذا كل ما فما أزمة في البلاد. ما معنى مرة في السنة؟ ممكن يكون فما تقليد جديد لخطاب سنوي؟ خطاب سنوي ضروري، أما مش خطاب عام، خطاب رغم اللي هو ما طلبش منه بالكل الدستور وما جعلوش مسؤول أمام البرلمان، مسؤول أمام الشعب التونسي. تتعهد وأنك مرة في السنة تمشي للبرلمان وتصارح النواب وتصارح الشعب التونسي في خطاب. احترام للسلطة هذه مرة في العام يمشي لهم أو يخاطبهم رئيس الجمهورية، هاو الأنشطة والسياسات وكيف وقع تنفيذها، هاو ما قمنا به بالضبط، هاي بعض المصاعب. ضروري كون نواب الشعب اللي هم مشكلين الحكومة اللي هم يعملوا في القوانين يعرفوا مباشرة من رئيس الجمهورية جملة من هذه القضايا. وغير هذا كل ما جد جديد في البلاد يتجه للبرلمان، والأهم من هذا يربح مصداقيته كونه ما يكونش رئيس ينتمي لحزب معين وإنما لكل التونسيين وفوق كل الصراعات الحزبية. نمر معك ومع المشاهدين مباشرة إلى الفقرة الموالية، الفقرة الأخطر اعترافه. فقرة اعترافات محمد عبو نحاول من خلالها لامسوا بعض الجوانب في شخصيتك في علاقة بمسائل حقوقية، في علاقة أيضا ببعض الجوانب في حياتك الخاصة، وأيضا علاقتك بمسألة الشفافية. والسؤال الأول محمد عبو، هل ندمت على موقفك من المساواة في الإرث؟ لا ما ندمش. كيفاش مترشح رئيس الجمهورية معناها قبل ما نأدي المهام تاعي نقسم على القرآن باحترام الدستور، كيفاش باش ندم؟ حاجتين، يعني إذا ضد ما تترشحش رئاسية، خاطر رئيس الجمهورية يقول للمرشحين الكل ستقسمون على القرآن باحترام الدستور. احترام الدستور يقتضي جملة من الشيء بين تنفيذ أحكامه. أما بالمناسبة حاجة واحدة ديما يلاحظوها الناس، نحن نتعامل مع الناس على أساس كونوا يفهموا الفكرة حتى بالاختصار، ساعات الغالب لازمنا نطولوا، انا مش نطول، مش نقول لك حاجه واحده. راهو قدم مشروع يتعلق بالمساواه، قدمه رئيس الجمهوريه احتراما منه للدستور. راهو المقترح نتاع نظام ثاني، يعني الناس تحافظ على اللي موجود اليوم زاد كاختيار منهم في قائم حياتهم، يبدا حي واحد يقول لك انا اخويا كي نتوفى تحب يتبقوا يقسموا لي ممتلكاتي ولا الورثه نتاعي تبقى لاحكام الشريعه الاسلاميه ولا تبقى لمجالات الاحوال الشخصيه اليوم. هذه هي فكرتنا نحن جبناها الكوليب حتى كمقترح. رئيس الجمهورية اقتنع بالفكرة نتاعنا نحن نتاع التيار الديمقراطي، يعرف الواقع التونسي. علاش؟ من ناحية طبقة الدستور ها المقترح نتاعنا، ومن ناحية ثانية عطيت فرصة الناس محافظين ماكش تجي تصدمهم بمجرد قانون باش تغير لهم عقليتهم إلى آخره، وأصر على فكرتي كونه ما تغيرش النصوص، أو بالأحرى هي مش ما تغيرش خاطر فما حد قال لي يحب يغيرها، لكن ما تتأولش أو ما تقبلش معناها بفكرة معناها تغير الأزمنة والأحوال تتغير الأحكام. فما ناس وجزء كبير من التوانسة راهو هذا أي هذوما في قائم حياتهم يقوموا بتصريح هذا اللي قدمناه. يبقى أن هو النظام الأصلي في صورة واحد إذا ما مشيش عمل تصريح يتوفى واحد ما يعرفش الله يروح في أي لحظة، لازم يكون فما نظام أصلي إذا ما قامش تصريح. النظام الأصلي هو المساواة، إذا عملنا خلاف ذلك ضربنا الدستور. هذا ماهوش موقف شعبي يمكن. أنا نقول للشعب التونسي راهو تحايل عليكم برشا باسم الدين وباسم الحداثة، برشا ناس لا جينا تحدى معناها تحايلنا عليكم لا باسم الدين لا باسم الحداثة، توجهنا لعقولكم ولضمائركم وما سيناكش معتقداتك، إلا إذا أنت طرف إسلامي تحب تفرض أحكامك على الدولة هذا يتسمى التيار الإسلامي. نحن نحكيو على المسلمين الأغلبية اللي هم ماهوش عبو المرشح الرئاسي، قداش قيمة حملتك الانتخابية؟ ودت البارح 195 ومش خالصين الكل، معناها مصادر التمويل
ولت البارح 195 جوزة منهم اللي تبرعوا من ابناء الحزب وجوزة منهم خارج الحزب في حدود ال 12000 دينار. فما رجال اعمال مولوك محمد عبو في حياتك؟ لا، رد بالك كي تحكي مع محمد عبو تستعمل عباره رجل اعمال تولي كيف كيما سي يوسف الشاهد ولا كيما حركه النهضه، ماناش كي بعضنا. لا تقول انت اصحاب مؤسسات، اي مثلا نهار مشيت انا لصفاقسي ريت الاولاد خذوا شيكات اقصى شاك فيهم 3000 دينار مثلا، وحطيناهم قعدوا عندنا حتى بدات الحمله باش تحل حساب ووقع يديهم. لا، في قمه الشفافيه والحمد لله. وديما نقول لهم اكبر مراقب للشفافيه في التيار الديمقراطي هم ابناء التيار الديمقراطي. تفرج فيه تو في التلفزه حتى حد منهم يقول لك الامين العام تاعنا كذاب. فرصه للمخرطين الاحزاب الاخرى كي تراو قياداتكم تكذب على الناس ما تصوتوا لهاش، اذا ما كنتش تخلصوا سايب عليكم الحساب هذا. قداش عندك في الحساب البنكي بتاعك محمد عبو؟ محمد عبو انا ديما في الاغلب في الروج، الفتره هذه يظهر لي في ال 4000 واش، خاطر خذيت كريم تاع 3000 واش وعندي شيك صبيته مليون. انا حكيت كل التفاصيل بالفعل، عندي 4000 دينار، حساب واحد في التجاري بنك، اي صحافي يحمل بطاقه مهنيه ياخذ الكود نتاعو ويطلع بحضوري. وقتاش تتغش على سامي عبو؟ في حياتنا الخاصة تنجم نتغشوا على الحكاية نتاع الأولاد نتاع أي حاجة، أما في السياسة التصريحات اللي تقول فيها سامية راهي في أغلب في جل الحالات راهي تقول في حاجات ثبتت منهم، ساعات ربما عمل تصريح أو اثنين قلقني، معناها في مدى صحيح ولا تحكي على حاجات صحيحة. الشكل نتاع الخطاب يقلقني، خاطر نقول رانا في دولة فينالمون ماناش في حالة حرب، حتى كان بعضهم فاسدين وحتى فاز انا راني نقول له على السلامه وصباح الخير. ساعات تشوفني نسلم على حد نعرف لو فاز ولا كنسلم عليه، رانا ماناش في حرب، فما دوله تمشي تطبق القانون. انا مثلا ما نحبش نهي حتى ارتكب جريمه، اما كي نبدا في سلطه راني وهاني حتى خارج السلطه وطالب محاكمته، خاطر هذيك هي الدوله. ويؤلمني راهو ساعات نتسبب ولا ندفع في اتجاهك ولا حد يكون موجود في السجن، لكن هذه هي واضح. الحياه وتبعاتها، كي ما تحترمش قوانينها تعاقب وتوفى نهار من نهارات. سامي عبو تصلح لان تكون وزيره؟ تصلح باش تكون وزيره. سامي عبو خدامه جدا، بل بالعكس على المستوى الخاص نخاف عليها كي تكون وزيره، خاطر في البرلمان وكثرت لها راهو لعلمك. راهي ساميه تعدي عدد طويل من الساعات تحضر في ملفاتها لدرجه المبالغه على حساب مصلحه عائلتها ولادها. وزير اللي هو بطبيعته يقعد في 10 و12 ساعه في مكتبه، اذا بالطريقه نتاع ساميه نتصور معناها يلزمها تتاقلم تخدم وفي نفس الوقت تعطي وقت باش ترتاح باش تكون هاديه. زاد جوز زاد من ردود الفعل نتاعها راهو ينجر على كونه تعمل في مجهود كبير لعدد ملفات. محمد عبو الاب يحترم خصوصيات ابنائه وحرياتهم الفرديه على الاخر، وساعات زاد ماذا بيا نسهل ونعرف وناس تليفون وش بك التو الكل نحترم، اما زاد يلزمني نعرف حتى كان ولادي راهو معش صغار، اما يلزمني نعرف ساعات نخاف كي على الطريق والكل، وزاد يلزمني نعرف مسؤوليه وحاجه اخرى. ديما عندنا خصومنا زاد، نحن على الغالب تربينا من الوقت بن علي ولادنا نقول لهم رد بالك راهو عندنا خصومنا فاحتاطوا. واضح. محمد عبو من احبال افريقيا من الترجي؟ نعم، من احبال افريقيا من الترجي. ما نحب حد يستغرب، بالفعل ما عنديش كيب ليكيب ناسيونال نتفرج، السبور نتاعي ماهوش الفوت، بديت على بكري فعادي كونه نسمي لك اسماء معنا ابطال رياضه معنا اللي زار مرسو. اما الفوت لا، الحقيقه نلعب فوت اي مع ولاد الحزب مثلا، عندنا سنوات وقصينا شويه رجعنا بشوي بشوي، وصلنا حتى كل اسبوع ساعات مرتين في الاسبوع نلعب مع بعضنا، اي نلعب، اما باش نتفرج الحقيقه راني ما نتفرجش. اكثر شخص مدين ليه في حياتك؟ مدين ليه المفروض ديما فما الفكره كان مدين لوالديه، ما فيش حتى شك، ولكن زاد ساميه فما حتى شك. ساميه معناها راهو مش نحكي لك اليوم معناها تعمل في دعايه، نحكي لك ساميه في مسار حياتنا الكل بالطبيعه. تفضل عمره والا تعاون زوالي؟ عمره ماهيش واجب، فما حاج لازم نهار في قائم حياته واحد عندهم محي لازم يعملوا، خاطر هذاك واجب ديني. اما العمره ماهيش واجب، اذا بالحق وخير بين الامرين وخير بين الامرين. مريض محتاج المال تعاونه هو ولا تفضل تعمل حج؟ والله شوف، اذا راه اللي مازالت عندي فرص في الحياه وطبعا هذا الاعمار بيد الله نجم نعاون الزوالي هذايا، اما الحج راهو مساله ضروريه معناها واجب بالنسبه للمسلمين، يجي نهار ويزم يعملها. اما مثلا تقول لي عمره نقول لك بلا مناسبه، واحد عمره فما فقراء حوله. واضح. محمد عبو المرشح الرئاسي عن حزب التيار الديمقراطي، نمر معك الى الفقره الاخيره بعد قليل معك ومع المشاهدين. محمد عبو في كلمه الى الشعب. محمد عبو المرشح الرئاسي عن حزب التيار الديمقراطي دائما في ختام هذا البرنامج، برنامج هنا قرطاج، نمنح كلمة إلى المترشح الرئاسي يخاطب فيها الشعب التونسي، ماذا تقول لعموم التونسيات والتونسيين؟ نحب نقول للتوانسة كونوا قرون من الاستبداد مشيت مع زوال بن علي صحيح حسب الظاهر، لكن رجعت مجموعات اخرى، مصالحها الخاصه، عدم قدرتها على اداره الدوله، غياب الكفاءه، الفساد، ارتباطها بمصالح بمراكز نفوذ، جاء وقت القطع معها. انتخاب محمد عبو يعني انتخاب شخص لا يخوفه حد
ولا يشري حد وما يخاف كامل ربي وعنده دستور وعنده قوانين وعنده حبه للتوانسه وعنده حلمه كبيره عايش من اجلها مرة حتى شيء اقوى منها واكبر منها في الدنيا هذه وهي اني راى تونس نهار من نهارات دوله متقدمه. خمس سنوات ماهيش كافيه باش تكون الدوله المتقدمه في اخرها ولكن باش تكون في وسطها الفتره اللي انطلقت فيها تونس نحو افق التقدم ونحو كونها تكون دوله قانون ومواساه، دوله قويه تفرض قوانين على الجميع ما يكبر فيها عليها حتى حد، ودوله بدات تتقدم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، دوله فيها اقل ما يمكن فقر، دوله فيها اقل ما يمكن بطاله، هذا نجم نعاونوا فيه في بضع سنوات وهذا اللي لازم نبنيوه وهذا اللي انا معول على حسن اختياركم باش نكون في الموضوع هذا اللي يسمح لي باش نبدا البداية هذه وتحقيق الحلمة الكبيرة اللي هي الدولة انتهت مع القمع مع الظلم مع التهجير مع الفقر مع حكم الفاسدين من القرن 19 عندنا تاريخ الموضوع هذا جي اليوم باش نقطع معاه هذاك علاش ادعو لانتخابي وسيكون في المستوى المسؤولية كما عودتكم انا قبل كي وعدت الناس وما لقيتش معنا قدرة على تنفيذ الوعود نتاعي رغم اني متأسف برشا ولكن خرجت من الوزارة اليوم دستور قدامي صلاحياتي معروفة وعدتكم بكون بما لدي من صلاحيات قادر على اجتثاث ظاهرة الفساد اعطاء صورة جيدة لتونس في الخارج وحماية امنكم القومي اللي باش نرفع ايدين كل الاطراف عليه وباش يخدم كان امن البلاد امن المواطنين امن تونس العزيز علينا الكل. شكرا لك محمد عبو المرشح الرئاسي عن حزب التيار الديمقراطي على حضورك معنا أيضا على رحابة صدرك في تقبل أسئلتنا. أعزائي المشاهدين هنا نصل لختمة هذا العدد من برنامج هنا قرطاج. الموعد مازال متواصل دائما في سلسلة حوارات مع مختلف الشخصيات المترشحة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها دائما على نفس الشاشة شاشة كارتاج بلوس. في الختام محمد اليوسفي وكامل فريق البرنامج يسلم عليكم ويقول لكم في أمان الله.